وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: في باب الأدب، هل إذا تعاملنا مع الناس جميعا بطريقة لطيفة ليحب أهل الاستقامة والسنة ويقبل بها، فهل الزيادة في ملاطفة الناس تكلف؟ لأن بعض الناس يقول أنت متكلف. نعم، يعني دائما حب التناهي شطط خير الأمور الوسط. نعم نعم، نريد نعم نعم نتأدب مع الناس بأدب الكتاب والسنة دون أن يكون في ذلك إيش؟ دون أن يكون في ذلك تكلف، فيكون عاقبته سبحان الله عكسية. وضحت هذه؟ تكون العاقبة هنا عكسية، أنت تظن أنها مزيد لطف وأدب، لكن الناس قالوا لك أن أنت يا أخي تتكلف في معاملتك، لأنك ربما قد زدت عن مزيد التكلف وليش التكلف. طب ما هو الضابط هنا؟ الضابط هنا أن تلتزم الأدب كما وضحه الكتاب والسنة، أن تلتزم الأدب كما وضحه الكتاب والسنة، فتلتزم الأمر والنهي. تلتزم إذا كنت في مكان وأتى إنسان كبير، فلا مانع أن تقوم له لكي يجلس، فتقول له: تفضل هنا يا والد. قال لك: يا ابني لا أريد. خلاص، لا داعي أنك أنت إيش أن تكون عندك لجاجة، إلا أنه لازم إيش أنه يجلس. مثلا أمر آخر، جئت سبحان الله مثلا ومعك قهوة في مجمع من الناس في مسجد ولا في برية وفي كذا، عزمت على الناس، قال لك: ما أبغى. خلاص، ليه؟ لأنه ربما يكون مريض أصلا ما يصلح له هذا الذي أنت قدمته، لكن يخجل منك أنك أنت إيش أن يحكي لك عذره، فلا تشتد عليه إلا أنك أنت لا بد أنك أنت إيش أنك أنت أن تشرب أخي الحبيب. هذه هي الأمور، فكلما ازددت في التكلف ازددت، أصبحت الدعوة عكسية ونفرت الناس منك، حتى إن رأوك ربما أنهم إيش يجتنبون، يقول لك: هذا يا أخي قاعد يعني يتكلف في تعاملي ويتكلف في أموره. نعم طيب.